بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. فيديو جديد، بقى لي فترة ما طلعتش صيد، يمكن قرب الشهر. طالعين في منطقة طوي، وكان طبعا الأجواء حارة، درجة الحرارة توصل ل45. الموج ما كانش عالي، لكن كان في هواء، وكان متوقع ان الهواء يزيد فترة المساء. احنا طبعا طالعين مع الشروق زي ما انتم شايفين كده تقريبا. كنا مستهدفين اسماك التونة واسماك الهامور في حالة عدم وجود التونة. دي كانت فرصة ان انا بجرب سيت اب جديد. زي ما حضراتكم شايفين المكنة او الريل دي اوفر هيد، كنت جايبها من علي اكسبريس. سعرها يعتبر اقتصادي جدا، وامكانياتها كانت يعني مكتوب امكانيات محترمة، واللي شجعني ان اجيبها ان كان عليها ريفيوز كويسة جدا. والقصبة جايبها من اخويا العزيز عيسى الشمسي، نوعها ايكودا، ونفس الشيء امكانياتها عالية واخدة ريفيوهات كويسة جدا. طبعا متوقع اثناء ما انا بسحب ان اللي معايا دي تكون هامورة، ومعروف ان الهامور او الجروبة لي سحبة معينة ولي شدة معينة، صعب قوي ان الواحد يقدر ان هو ما يدركهاش يعني، او صعب ان الواحد ما ياخدش باله ان ده هامور مميزة جدا. العمق كبير، العمق حوالي 130-140. طبعا في الاعماق اللي زي كده مع وجود هواء القارب مش متثبت، يعني مش حاتفين اللي ينكر، فطبعا مع الهواء وارد جدا ان يبقى فيه بعد او حركه للقارب، وده بيدي احساس زائف ان العمق كمان ازيد وممكن يستهلك خيط اطول.
وزي ما حضراتكم شايفين الصيد كله كان بالجيجن، والأوزان كانت أوزان تقريبا 120 ل 200 جرام، مش أقل من 120، نتيجة لزيادة العمق ووجود هواء. دي كلها عامل طبعا بتصعب استخدام جيجات أقل من كده. كانت ضرب على الألوان الأحمر والبينك، وحتى الرينبو اللي استخدمته كان فيه درجة أحمر زي ما هتلاحظوا في الجيجات المستخدمة. كان في أسماك طبعا، في تنوع إلى حد ما، ولكن في العادي بيبقى في تنوع أكتر من كده في العادة، أسماك الهامور زي ما احنا شفنا، وكان في سمكة أشخالي أو اللوت ما ظهرتش في الفيديو، وسمكة أبو شرارة زي ما شفنا قبل كده، أو سمكة الديك المتعرف عليها في سلطنة عمان. أتمنى تكونوا استمتعتم بالمشاهدة، وإن شاء الله نوعدكم رحلة جديدة يكون فيها تنوع أكتر من كده بإذن الله. هامورة كبيرة.